أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 93 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد لحدود 10 من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15635 حالة. وأضافت الوزارة على بواباتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 12212 حالة بعد تماثل 147 شخصا للشفاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 247 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 856325 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.